واحد من الناس اللي لازم بيخطفك بطريقته، بيخطفك بتحليله، بيخطفك بأدائه، بألفاظه، بعباراته، بفلسفته، الفيلسوف أيمن يونس. مساء الخير يا كابتن. يا حبيب قلبي، مساء الفل. وكنت عايز أكمل كلامك، أنا مستمتع بيه بصراحة. مساء الخير يا كابتن أيمن. مساء النور. زيك، مستمتع بالحوار بتاعك. أنت اللي جميل، ومبروك ليك ومبروك لمصر كلها، وفرحة نستحقها، ويا رب تستمر تحت قيادة جهاز وطني مصري وناس من اللي بتحب البلد دي وبتموت نفسها عشان البلد وعشان تفرح الشعب المصري. فمبروك لينا كلنا كابتن ايمن. حلو قوي، مبروك وموافقك. ومباراه مليانه مكاتب جدا، مكاتب في النتيجه، في الفكر، في العلاقه الفنيه بين المدير الفني وبعض اللعيبه، كتير من اللعيبه، يعني مكاتب كتيره. مكسب محمد صلاح اللي انت بتشيد بيه ده حاجه بنفتخر بيها طبعا. محمد صلاح ده الورده اللي بنتعايق بيها قدام العالم كله. وبصراحة كل لحظة وكل دقيقة ليه مليانة معاني كبيرة لمنتخب مصر. أكيد. مبروك ليه قوي، ومبروك أكيد لحسام حسن، لأن هو كمان بين لنا قد إيه هو مضغوط وضاغط نفسه قبل ما يبقى أي حد تاني ضغط، ونجح في الضغوطات دي، قدر يستحمل إن هو الضغوطات يتجوز دي. ده صح، بشكل مقبول وجدا. احنا لسه برضو خلينا من حقنا نفرح، بس من حقنا برضو نقيم الفرق اللي لعبناها. اوكي، فين وهم فين؟ اوكي، احنا لسه ما دخلناش على الجد. احنا لحد دلوقتي بنكون علاقه مش في الملعب، احنا بنكون العلاقه اللي بره الملعب اللي كانت متوتره من اول لما ابتدينا. العلاقه بين الجهاز الفني واللعيبه والعلاقات وتتعامل مع الناس ازاي، خدنا وقت فيها عشان نطبع الناس مع بعض. بس في حته مهمه جدا يا كابتن ايمن عايزين نشتغل عليها الفتره الجايه، العلاقه ما بين منتخبنا الوطني والجمهور. العلاقة دي لازم ترجع زي ما كانت أيام كابتن جوري وكابتن حسن شحاتة. لا لا لا، ليه؟ أنت عايش في أجواء متطرفة متعصبة. الناس بتشوف منتخب مصر أبيض وأحمر، محدش بيشوف بألوان الزمالك والأهلي والمصري، الناس بتشوف كده وبقوا يربطوا انتمائهم بوجود بعض العناصر واللعيبة. عملية التشويه اللي تعرض ليه منتخب مصر في الفترة الأخيرة في علاقته، في اختياراته، علاقة كانت أنت بتحصد نتيجتها، إن مفيش السعادة المتكاملة. بس برضو خلينا نقول إحنا ما عملناش حاجة كبيرة، إحنا يعني كل اللي بيحصل ده طبيعي وعادي، بس إحنا كنا قلقانين. بالظبط. فإحنا مبسوطين إن قلقنا الحمد لله ما طلعش وحش. لكن اللي بيحصل عادي، إن أنت تكسب كاب فيردي، بلد فيها 600 ألف، فيها 40 واحد محترف بره جم لعبوك، عادي إنك تكسب. تعبوك مره، لكن العادي انك تكسب. بتلعب النهارده فرقه بوتسوانا، انت كسبها قبل كده 4-3 عادي. تمام. وشخصيتنا كده، بس احنا مبسوطين ان احنا ما نزلناش، احنا قلقنا ان احنا نقل. صح. يحصل صح. مشاكل، فقد تكون سعادتك مرتبطه بده، لكن اللي حصل مش تهليل ولا فرح ولا سعاده مبالغ فيها. احنا كبار زي ما احنا، هو دي القيمه بتاعتك، فانت سعيد ان انت محتفظ بقيمتك. بس انا عايزين برضو يا كابتن ايمن، مكسب كابتن حسام للماتشين دول، مكسب منتخبنا الوطني بقياده كابتن حسام، المهم فيه ان المدرب الوطني يثبت رجليه في الارض. احنا محتاجين لمدرب وطني. دي مكاسب. دي مكاسب. ويظبط علاقته باللعيبه. النهارده علاقته بمحمد صلاح بانت قد ايه جميله، علاقته باللعيبه بانت قد ايه جميله. اتقمصنا قوي وزعلنا في حاله حجازي. وخدناها ان احنا مش عايزين اي مش ناقصين، مش مستحملين اي توترات. وحجازي غلط. انا ممكن انزل العب وبعد الماتش اقول انا زعلان، لكن ما اقولش انا زعلان وما انزلش العب. طب هل انت يا كابتن ايمن لما تكون لعيب كبير وانك تاني كابتن للمنتخب، وان المدرب يسخنك وتقعد ويسخنك وتقعد وتيجي المره الثالثه، يعني انت عارف اللعيب الكبير بيحتاج شويه كده معامله خاصه كده يا كابتن يا اخي موافقك، بس الكلام بعد المباراه. بعد المباراه اللعيب، احنا بنتكلم على حجازي، واحد مش بنحبه، بنحبه لعيب كبير وبنحترمه وبنقدره، لعيب كبير وراجل. انا اتمنى ان الماتش ده، وهضغط، هنكلم حسام وكلنا هنتكلم مع حسام، ان الماتش ده ان هو عدم سفره لبوتسوانا ده عقاب للمباراه، لكن يرجع بعد كده يكمل مع المنتخب مصر. تمام. ما يبقاش في اي اعدام للعلاقه، لكن في عقاب في العلاقه. تمام. لكن حجازي غلط. انت تنزل تلعب وبعد الماتش تقول انا زعلان، ولو استمرته كده ممكن ما تكبونيش. تمام. لكن لما يتزنق فيك ولو دقيقه، ده منتخب مصر. ده صح.
طيب من ضمن النقاط ان انت دلوقتي اصبح عندك مجموعه لعيبه جديده بدات تدخل، وحتى لو قاعده دكه بتنزل بتاثر للمباراه الثانيه على التوالي. معلش مع احترامي للمنافسين ان هم مش على قدر المستوى، لكن انا بنزل وبادي وبسجل. الثنائي مصطفى فتحي وابراهيم عادل عملوها قدام كاب فيردي ونزلوا والاثنين مع بعض، مصطفى فتحي اسيست وابراهيم عادل يسجل، والنهارده العكس. ده برضو شيء رائع جدا ان اللعيبه مركزه وقاعده، وان دي برضو فكره للمدير الفني بتنزل تتطبق وبتتنفذ. برضو مكاسب يا كابتن ايمن. المنتخب الاولمبي المنتخب الاولمبي هو الذخيره الحقيقيه لصناعه المنتخب الاول. ولما اتفرجنا عليه شفنا اخطاء وشفنا نجاحات وشفنا لعيبه مميزه وشفنا لعيبه مؤديه في فن ان انت تستغل المنتخب الاولمبي ده. نجح فيه حسام حسن، ده حاجات من حاجات اللي نجح فيها حسام حسن، ان هو انتقى بعض اللعيبه في المنتخب الاولمبي اللي اثبتوا نفسهم، ومن ضمنهم بالمناسبه النني ما كانش في حسابات حسام حسن خالص. النني لما راح المنتخب الاولمبي بادائه بشخصيته باحترامه لفت انتباهه طبعا، بينزل اخر 10 دقائق ربع ساعه بيموت نفسه. لا لازم نقول عنوان كبير، شكرا يا نني. شكرا يا نني، مثال محترم للاعب المحترف الملتزم بكلمه تيشرت منتخب مصر. تمام، حاجه مفخره. المنتخب الاولمبي فتح عينين حسام حسن، فتح عينيه على دكه البدلاء، فتح عينيه على انه يقدر يغير العناصر ويعمل احلال وتجديد. فتح عينيه ان هو لما مصطفى محمد يغيب او مرموش يغيبوا الدنيا ما خلصتش، الدنيا ما راحتش. البدايل مؤديه بشكل مميز وقريب من الاساسيين. اكيد. وده التحسن اللي انت بتتكلم عليه طرق على المنتخب الاولمبي، ان انت لاول مره المنتخب الاولمبي يبقى عامل دكه بدلاء مميزه قوي للمنتخب الاول. تمام. وده اللي استغله بذكاء حسام حسن، عشان كده برضو بنقول له برافو بدي. برافو. إن ازاي حضر نفسه ان المنتخب بتاعه المنتخب الاول ضم عناصر دايما بتدي شيء من الايجابيه في الملعب، مع مصطفى فتحي طبعا، مع بعض اللعيبه المميزه اللي بتنزل بتدي تاثير مباشر في الملعب. عايز اقول لك يا كابتن ايمن، عايز اسال، ربنا يخليك، عايز اسال حضرتك هنا في حته مهمه برضو من الحاجات او ايجابيات اللي حصلت في الماتشين اللي فاتوا، ان كابتن حسام ليه فكر في الملعب مختلف. يعني فاجئنا في الماتش الاول بيرجع حمدي فتحي بيلعب ورا، هتقول لي لعبها قبل كده، بس الفكره انها تتلعب في التوقيت ده في ظل الازمات دي، وبعد كده ينزل صلاح لتحت هو اللي يستلم وهو اللي يلعب الناس ويدخل تريزيجيه جوه ويودي مرموش على يعني شويه افكار احنا رقصنا بصراحه من الماتش الاول. يعني واضح ان هو صاحب فكر بيشتغل، مش موضوع ان هو لعيبه معاه بنلعب 4 4 2 3 5 2 5 3 2 والكلام، لا لا، هو بيحاول يبتكر وحاجات فيها ريسك، بس الحمد لله لغايه دلوقتي ماشي معاه كويس. برافو عليك. الرهان الفني، الرهان الفني جزء من تركيبه المدير الفني. صح. بتبين لك اذا كان قوي الشخصيه ولا بيخاف وباردون في الكلمه جبان كمان. فحسام حسن بين لك ان هو لا، ده قوي الشخصيه وقادر على انه يصنع شخصيات في الملعب باداء فني مختلف. صح. في النهارده لما يحط حمدي فتحي سيرد باك، ده واحد بيقول لك انا عايزه نص ملعب متاخر. انا عايز منطقه نص الملعب دي استحوذ عليها. هي افكاره كده الكماشه، هو قعد قالها لي مره. قال لي انا نص الملعب ده اهم حاجه بالنسبه لي. انا عندي صلاح وعندي مصطفى محمد وعندي مرموش. قدرتهم ان هم يعني يعملوا افكار هجوميه كتير، لكن دايما مشاكلي في نص الملعب الدفاعي والتحول الهجومي. ده صح، ده صح. فهو ذكي قوي ومغامر وراهن وكسب رهانه وكسب احترامه، ودي حاجات بتبقى رائعه للمدير الفني يا كابتن ايمن، ان انت تبقى عندك الريسك وعندك المخاطره وما تخافش وتبقى مدرب قلبك جامد. دي بتبقى حلوه قوي، حلوه جدا في بعض الاوقات طبعا، مش على طول يعني. عجبتني قوي، مش في بعض الاوقات بس، ان انت تكتشف شخصيات فن او يعني قدرات في لعيبتك، ده ذكاء من المدير الفني. صح. وده رهان ما يعملوش اي مدير فني. ده صح. بصراحه انا بس يعني كل اللي بأمله ايه، انت كل اللي انت بتعمله انت بتدي ثقه لحسام حسن مع منتخب مصر. صح. ان كم اللي تعرض له ما قبل انه يمسك منتخب مصر يهز اي بني ادم، يهز ثقته ممكن في نفسه. في الماتشين دول اكتر واحد مستفيد فيهم حسام حسن، ان استعاد ثقته بكلمه مدير فني لمنتخب مصر. ده صح. قدم نفسه بشكل رائع. صح. وجوده في الملعب لا موجود، في افكار بتقول ان في مدرب بره موجوده. ده عمل كورنر الماتش اللي فات
كاب فيردي اللذيذ اللي صلاح هيئها لتريزيجيه، وتريزيجيه حطها جت جنب العارضه، اتكررت مرتين في حاجات عماله تتغير. بيشتغل عليها، بتتفرج على المدرب جوه الملعب باين ولا لا. ده صح، ده صح. مع العلم بقى وده انت بقى لسه تقدر تتكلم فيها، مع العلم ان احنا بقينا شايفين منتخب مصر اقل من الاهلي والزمالك، للاسف، وطريقه التعامل معاه اقل مما يستحق منتخب مصر. ده صح. تعرف انا نفسي في ايه يا كابتن ايمن؟ اتفضل. في النقطه دي انا اسف لان بقاطع حضرتك، بس انا نفسي ان كابتن حسام الفتره اللي جايه قبل التوقف اللي جاي بتاع اكتوبر هو اللي يبني العلاقه الحلوه بينه وبين الانديه الكبيره اللي هو بياخد منها اللعيبه، هو بنفسه، هو بنفسه اللي ينشئ العلاقه الحلوه دي، هتاثر جماهيريا وهتاثر بشكل كبير جدا. كابتن ايمن انا نفسي تطرح تذاكر منتخب مصر ماتشو بعد نص ساعه ما لقاهاش. انا بلاقيه بيحصل مع الاهلي والزمالك، يقول لك التذاكر نفذت في 35 دقيقه. منتخب مصر بنقعد بالاسبوع نبيع التذاكر، نفسي الايه تتعكس. تتقبل مني الكلام اخوك الكبير، وتتقبل مني الكلام يا ليسي بطريقتي في الحته دي. انت مش محتاج حسام حسن يحسن علاقته بالانديه. انت محتاج اللوائح بتاعتك تكون هي اللي بتحكم العلاقه بين الاتحاد والمنتخب والانديه. تمام. اللائحه بتاعتك الليحة. ضعيفه. دي حقيقه. الضوابط بتاعتك ضعيفه. اللي بيديروا اللوائح بتاعتنا مش على قدر المسؤوليه. هم اللي مقللين من قيمه منتخب مصر. لو سمحت انت داخل في منطقه معورانا، احنا كرياضيين ومزعلانا. طبعا. منتخب مصر يظل شرف للانديه واللعيبه في مصر اهم حاجه، هو الهدف الرئيسي. يجي يقول لك يا عم ما احنا بنلعب افريقيا باسم مصر، منتخب مصر لا، حاجه تانية. حاجه تانية طبعا. طبعا. لو سمحتوا ما تقللوش وتعملوا وتقنعوا الناس وتشوهوا الافكار. خلي بالك احنا عايشين في مجتمع مشوه، ناس كتير قوي دخلت تشوه كل حاجه. يعني ناس النهارده داخله عايزه تشوه في حسام حسن، ناس عايشه كده مع ان حسام حسن 10 على 10. دايما ناس مسكت الامم الافريقيه وفضلت تضايق في صلاح وخرجوه عن شعوره واحساسه ووتروه. صح صح. احنا خلي بالك في بينا ناس اعداء عايشه وسطينا مش عايزانا نفرح ولا نبقى مبسوطين. عشان كده انا سعيد بكلمتك، لا من حقنا نفرح وننبسط ونكون سعداء. طبعا. حقنا طبعا. لكن اوعى تتكلم على ان نقدر نعمل قعده عرب، لن نقبل ان حسام حسن ولا 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 ولا. احنا كل اللي محتاجينه حد بيعرف يفهم. صح. ودي ناس قليله قوي، وعفوا في الكلمه، حد بيعرف يفهم ازاي يصنع لوائح قويه تحكم العلاقه ما بين الانديه ومنتخب مصر. اتفق معاك جدا كابتن ايمن يا فيلسوف، وبستمتع معاك بالفيلسوف بقى الصبح ان شاء الله. حبيبي انا اللي بشكرك على الحوار الجميل الراقي اللي كله سعاده، ومبروك لمنتخب مصر. مليون مبروك عليك يا كابتن ايمن. شكرا كابتن ايمن يونس.